رفقتكم دايما صوت لبنان 93 فاصلة 3 صوت لبنان. بأناملن بحول الألوان لوحات بلبس الجماد جمال بحرك الأوتار تتصير أنغام. فنانو الرسم والنحت وعازفو الموسيقى ضيوف أنامل مع نور قعسماني عبر صوت لبنان. من القلب للقلب صباح الورد. تحية لكريم بوجبراي اللي مرفقني على الهندسة الإذاعية. رح نترافق سوا مباشرة على الهواء من هلأ لغاية موجز الساعة 1:15. بإمكانكم تتواصلوا معنا من خلال رقم التليفون 0454-553-52 ورقم الواتساب 03-000-933. وأيضا تحية لكل يلي عم يتابعونا مباشرة بالصوت والصورة من خلال صفحة الفيسبوك. بحلقة من حلقات أنامل حكينا عن الفن المتمرد، هالظاهرة الفنية التشكيلية يلي ما ذكرها تاريخ الفنون وما وصلتنا أعمال فنانية. حسين حسين أعاد إحياء هالطيار الفني المهمش وشكل أبرز أعماله. بوقت استقبلنا حسين وغصنا بتفاصيل أبحاثه حول الفن المتمرد، اليوم مع مشاهد من الواقع مع الحقيقة مثل ما هي، رجع طل على جمهوره بمعرض تشكيلي هالمرة حامل قضية جديدة ورسالة موجهة قادرة تزعج بمطرح عين المشاهد على أمل إنه يلتفت لمدى الأذى اللي تركته هالمشاهد بحياتنا. الفنان التشكيلي حسين حسين ضيف حلقة أنامل لليوم، أهلا وسهلا فيك معنا، نهارك سعيد. نهاركم سعيد، شكرا للاستضافة. شكرا أنك لبيت دعوتنا، أنت ضيفنا للمرة الثانية. مثل ما ذكرت قبل كنت بإطار الشغل على عمل بحثي كبير وبصدد إصدار كتاب بيحمل كل التفاصيل يلي استنتجتها من خلال أبحاثك وعملية التشكيل يلي عملتها. اليوم الكتاب صار بين إيدينا، مبروك الإصدار الفنون المتفككة، الصفحة المفقودة من تاريخ الفن المتمرد، هيدا كان بحثك. ولكن أنت معنا اليوم لنحكي عن المعرض يلي بيحمل توقيعك ويلي عم يستقبله جاليري إكزود بالأشرفية. قبل ما نغوص بتفاصيل المعرض خلينا نحكي عن تجربة يلي استكملتها من خلال طباعة هالكتاب، وقديش هالكتاب يمكن كان عند توقعاتك. مثل ما كنا عم نحكي بالحلقة الماضية كنا متوقعين التفاعل، وحقق هيدا التفاعل مش بس بلبنان ولكن أيضا بالعالم. خبرنا أكثر. مزبوط، آخر حلقة مزبوط لما كنت سألتني شو توقعاتك، كان وقت المعرض بعده من نبلش، كان بعده ثلاث أيام. فاللي صار انه كنت بعد ما قادر اعطي كلمة مظبوطة، يعني كنت حابب اكون متواضع بالتوقعات. انما لحد ما بلش المعرض الحقيقة كان قبل ما نفتتح المعرض بشي نص ساعة بس، كنت بعدني حاسس انه مش مثل ما كان بدي. بس بعد نص ساعة ولما بلشت المحاضرة تفاجأت انه بالحضور،
وبعدين لبوا بطريقة أنه صار أكثر من حتى عدد الكراسي اللي ممكن تستوعب. فكان عندنا بدل التوقع اللي هو 50 شخص صار عندنا 180 شخص كان، وإجوا شافوا، كان في performance حضروه، عمل صدى جدا حلو وكان أفضل من التوقعات. وعلى بالنسبة للكتاب، الكتاب كمان تدريجيا بلش من مكتبة أنطوان وبعدين صار أونلاين وراح هلأ صار حاليا صرنا بالأمازون، فينا نجيبه عن الأمازون، موجود بمكاتب مكتبة لبنان الكبيرة، موجود بالمكتبة الملكية ببلجيكا، وموجود كمان على سايت نيلو فرات أونلاين فينا نلاقيه كمان. فاللي كنت بدي وصل وأحسن شوي من مكان بدي، وبشكر الرب على الشيء كمان. هالفكرة الجديدة يلي طرحتها قبل ما أنه الكتاب يلقى هيدا الرواج وينتشر، الفكرة بحد ذاتها قديش كان مدى التفاعل معها؟ الفكرة كانت جديدة، جزء منها منه جديد، بس جزء منها معروف كان قديما وبعدين انطمس. الجزء الجديد هو أنه رجعت شلت الموضوع القديم اللي هو عم بيحاول يخفوه، كان برجع هلأ صرت صار فيه يقول من بيحاول يخفوه، لأنه بعد طلع كمان أدلة جديدة بالنسبة إلي يعني، ورجعت كملت برمتي وبرمت على متاحف لحتى أرجع لقى مقارنات بين الأعمال، فرجعت لقيت أكثر من 20 عمل كمان جداد مأخوذين حرفياً من أعمال الأنكوهيران. وفينا نقول هلأ بكل ثقة أنه الأنكوهيران مش أنه كان بيشبه أعمالهم، أعمال الدادائية بتشبه الأنكوهيران، إنما في يقول أنه الدادائية سرقوا من الأنكوهيران لأنه تبين إشياء جديدة بعدين. بالنسبة للكتاب كنت عم تسأليني، فينا ناخده ونعتمد عليه لحتى نبلش من جديد، إذا نعلم مثلا بالجامعة لحتى نفرجي بس أنه وين نحن خلقت صغرة وصار لازم نعبيها، نقول أنه مش كل مرة نضلنا نحكي عن الدادائي، مش معناتها أنه الدادائي منه مناح، إنما الدادائي عملوا جزء من الشغل، مفروض نحن نذكر باللي خلوا الدادائي يعملوا هيدا الشغل. ولو بكم كلمة، يعني أنا ما بفضل أنه ما نمرق على ولا مفهوم أو على ولا تسمية بلا ما نشرحها، لأنه في يمكن ناس سمعونا قبل وفي ناس ما سمعونا. إذا عم نحكي عن الدادائي باختصار شو فينا نقول عنه؟ الدادائي هن فينا نقول إذا كل الفن اللي عم نشوفه حالياً اللي هو تقريباً منه مفهوم للجمهور العادي وللجمهور الفنان مفهوم جزئياً، وفي جزء بس إليت من الفنانين اللي فاهمين بالضبط شو عم بيصير، هيدا المظبوط، لأنه هيدا الفن الحديث اللي أوقات بنوقف حده ونقول شو هو هيدا، بس بنتفاجأ أنه كل الناس تحكي عنه بحطوهن على الإعلام وإلى آخره. الدادائي هن اللي مهدوا لهيدا الفن، هو فن الحديث، الفن المتمرد، الفن اللي مش كتير فاهمينه وراح على الكونسبتشوال أكتر، الفن اللي أكتر من شغل الماتيار جريز مثل ما قال مارسيل دوشان. الدادائية هن ب 1916 هن مهدوا لهيدا النوع من الفنون، وبلشنا نشوف بدل ما نشوف لوحة الحامل اللي هي السبور يعني لوحة تابلو عادي، صرنا عم نشوف انستالاسيون اسامبلاج وإلى آخره بكل الغرابة اللي بتحملها. نعم. فإذن في عنا صفحة من التاريخ الفن كانت مفقودة. كانت مفقودة لسبب، لأنه هلأ مفقودة كيف؟ مثلاً في كتب مثل جومبريتش وغيره منشوف الأنكوهيران مكتوبين فيه، بس لما يكون 3-4 أسطر بكتاب تاريخ هذا مش معناته معطين حقه لحركة الأنكوهيران. المطلوب هلأ أنه واحد يأخذ الأنكوهيران ويعمل مقارنة مع الأعمال، بما أنه صار في أعمال، لأنه عملت إعادة reconstruction ل 65 عمل زدت عليهم، وكان المعرض بالمناسبة هو الأعمال اللي عملوها الأنكوهيران معمولين قدامنا، وحدهم حاطت الصورة للأعمال للفنانين المشهورين صورة عملهم، فالناس كانت عم بتشوف إذا بدكم السرقة أو التشابه مباشر يعني قدام عينهم، وكانوا مصدومين لأنه في أشياء 100% هي ذات يلي كان يصير قبل بمراحل قديمة من التاريخ. مش معقول أنه يصير اليوم، يعني العالم صارت بمرحلة قادرة أنها تكتشف تفتش تعرف هاللوحة منسوخة، عن نحكي عن لوحة قادرين أنه نكتشف. قبل كنا عم نحكي عن حركة، عن طيار، عن زهرة كلها طمست بالتاريخ وما قادرين نعرف كنا جذورها وفنانيها وأعمالها ما وصلتنا حتى. بتصور الزمن تغير هلا؟
تهيأ لي هيك للحظة من اللحظات، بس لما رجعت شفت أنه في فنانين حديثين هلأ جديد عنا، يعني من خلال 10 سنين الموديو في عنا فنان يعتبر أهم فنان حاليا على الساحة العالمية، ما حد أذكر اسمه بس كل الناس تعرفه، وعمل إشياء كتير غريبة. إذا عالميا بنقدر نحكي، نقدر نحكي ديميان هيرست مثلا. ديميان هيرست هلأ هو من أشهر الفنانين الموجودين وأكثر ناس معهم يعني متمكنين ماديا من وراء فنهم، هيدي نادرة ما بتصير واحد حياته يكون هالقد غني من وراء فنه. اتضح بكتير مطارح، يعني في حتى برامج بلشت تحكي عن هو انه ماخذ وسارق ونائل والى اخره، وفي حتى محاكم ضده. اللي عم تقولي انه هلا صرنا نقدر نكشف لوهله اولى بنقول انه ها عرفوا انه سرق، فمفروض تنزل شهرته ما تغير شيء، بعده نفس الشيء، بعده مشهور، بعد الناس بتروح بتشوف له اعماله، بالعكس نسيوا انه في حدا انتقده. هيدا برأيك بسبب تداخل الفن اليوم مع المصالح، مع السياسة، مع الدين، مع أمور أخرى قادرة أنه تخلق هيدي الهيلة حول شخص معين؟ السبب الأول برأيي هو الاقتصاد، يعني هني الفن هلأ مصدر، يعني مصدر للمال كبير، يعني بعد البترول وبعد القصص الكبيرة في الفن عم يشتغلوا عليه، هو انفستسمون بيعملوا فيه وبيطالوا مصاري بطريقة كتير يعني أوقات منه منطقية، لأنه في أعمال فنية منشوفها سعرها منه واقعي منه منطقي. طبعاً إلى طريقة إلى أسلوبها، بتشارك فيهم الجالوريات، بتشارك فيهم المزادات العلنية والإعلام، لأنه هن اللي بيضووا على فنان معين بيكبروا بيصاروا، مش معناتها كل الفنانين اللي مضووا عليهم مش مناح، لا أبداً، بس المقصود أنه كيف بيشتغلوا على الموضوع. فهذا برأيي أول شيء الاقتصاد، وبمطارح السياسة أكيد، بس أنه الاقتصاد أول شيء، لأنه يعني الهدف هو المال أول شيء. يعني موضوع بيحمل دائرة النقاش وأبحاثه دايما في اكتشاف جديد. اكتفيت من الموضوع أو بعدك بحالة بحث؟ بعد في جزء من الموضوع، بس أنه لأنه هيدي ليش انطمسوا فعليا هلا. طبعا في حدا كان اسمه فرانك لوباج حيكي، وكنت كاتب أصلا بالكتاب أنه انطمسوا فعلياً كرمال يعطوا مجال لأعمال الددائية تصير غالية، ولحتى ما يأسفوا أعمالهم على أعمال الددائية. ممكن هيدا البارت أرجع كفي فيه لحتى أكد بس أنه شو من الأسباب الفعلية اللي خلتهم أنه ينطفوا. وما قلت اكتشف أسباب أخرى؟ ممكن، أكيد أكيد ممكن. أكيد بتخبرنا هو اللي أكيد. بس هو اللي بيفاجئ بس أنه أوقات بتخبر شيء جديد، مش بس من مجال الفن، بأي شيء تاني. أوقات حتى واحد بيطلع شيء جديد بيقول خبرية مفروض تصدم، يصدم الواحد بساعة الساعة، وتاني يوم بكفي حياته عادي. هيدا اللي ما عم بفهم، وهيدا يلي اليوم عم نحكي فيه، اليوم عم نحكي فيه أيه. وهيدا يلي خليته يكون كونسبت لمعرضك الجديد. قبل ما نبلش بمحور المعرض بدي أشكرك على نسخة الكتاب، وبدي أقول لك يعطيك العافية. ويعطيك العافية كمان على أعمالك يلي رح تقدمها اليوم بافتتاح معرضك. وهذا من حسن حظنا أنه أنت خصصتنا بهالوقت من نهارك، بعرف رح يكون كله ركض وعجقة، فأهلا وسهلا فيك معنا. شكرا. حسين حسين، وخبرنا أكثر عن هالمعرض يلي مثل ما قلت افتتاحه اليوم بجاليري إكزود بالأشرفية. هلأ المعرض اليوم اللي بإكزود الساعة 7، اللي بتمنى أكيد الناس تجي تشوف وتحضره، شرف إلي هيدا بكون. المعرض اليوم لنبلش بعنوانه، هو اسمه An Ordinary Lebanese Landscape. إذا قمنا AN على An Ordinary وحطنا أي بدل الآ بتصير An Ordinary، يعني منه Ordinary بالضبط. هو هيك المعرض، هو طبيعة اللي هي مفروض تكون عادية، كيف هي منها عادية بنفس الوقت. المعرض الكونسبت لإله هو بلش من وراء لوحة كنت عم بعملها وقتها، أنه عم برسم طبيعة، كنت بلشت أرسم الأشجار وكنت مبسوط فيهم وإلى آخره. بعدين مرق عندي حاجز، طرف من حاجز جيش وحاطين علم لبناني، فقمت رسمته مثل ما هو، يعني أنا عم برسم الطبيعة. قلت له شو قيمه طالما موجود بهالطبيعة، ومن أول ما بوعى أصلاً ما بشوف إلا هالحاجز هون، فمفروض أرسم جزء من الطبيعة. فقمت رسمته. لما شفت الفيدباك على اللوحة، الناس اللي شافوها قاموا قالوا لي كتير حلوة، وكنا حتى بدنا نشتريها لولا هيدا العلم. فقلت لهم غريب انه زعجكم، طبعا مش قصدهم هن زعجهم العلم بمعنى العلم اللبناني، زعجهم انه موضوع خاصه ب
يعني في خاصة بالطبيعة فجأة بلاقي عنصر دخلوا بحاجز أو شيء، هيدا أكيد اعتبروا أنه من الشوائب أنه ما مفروض يكون باللوحة. قلت لهم زعجكم؟ قال إيه. قلت لهم غريب أنه ما زعجكم بالواقع. فهون بلشت الفكرة أنه طب حتى نقول الطبيعة اللبنانية مثل ما هي بمطارح، بمطارح بجمالها، وإذا مرق شيء هيك من الأشياء اللي موجودة اللي عادة المفروض تزعجنا بالواقع بحطها بقلب اللوحة بشوف ردة الفعل. اتضح لما صرت رائب هالأشياء اللي مفروض تزعجنا بالطبيعة، اتضح أنه كتار 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 وما بيخلصوا، عدد اللوحات كتير، رغم هيدا نقدر نرسم بعد أكتر طبعا. فتناول الأشياء اللي كتير منسية، صايرة الناس قد ما بتشوف الأشياء يوميا حتى لو كان شواذ بتعود عليها، صارت جزء من المشهد، جزء من المشهد، بس جزء من المشهد لدرجة أنه منتخدر منبطل حتى نشتكي منها. هي هون المشكلة، المشكلة مش أنه صارت من المشهد أوكي ما فينا نعمل شيء، بس لحتى ما ننزعج هون صارت مشكلة كبيرة. يعني معناتها ممكن يصير شيء علي كتير بيزعج ومفروض غيره ما غيره. هي يمكن الاستمرارية بالموضوع، يعني لنقول ناخد هيك بعض الأمثلة، لنقول في مناسبة وطنية أو مناسبة حزبية بمنطقة معينة وصار في أعلام على الطرقات، صار في يافطات، صار في صور لزعماء أو لرجال دين أو لأي شخصية تانية، بيستمر وضعهم يعني ما بينتهي، ما بينقاموا مع نهاية المناسبة. أول شيء إذا هن بينحطوا على البوتو تاع الضوء اللي مفروض يضوي على الشارع، هيدا وظيفته مش يحمل أعلام أول شيء. أوكي نحطوا فيهم ينشالوا، أكيد في مناسبات وفيهم ينشالوا، لا نبلش من الضوء أساسا. قديش في ناس بطلوا ينتبهوا أنه نحن رايحين على الطريق وجايين، ونحن بنعرف قد في مشاكل هلأ قصة الكهرباء، ولبنان مارق بمشاكل بالنسبة للمال بالنسبة للكهرباء وإلى آخره. بس بتفاجأ أنه بالنهار في عد أكتر على طريق بس الجنوب أو ببيروت، في عد أكتر من 100 بوتو أو 200 أو قد بوتو مضويين بس النهار. علشان هيك أصلا متناول بالمعرض الأساسي، المعرض تابلو اللي قاله هو لمبة يعني ستريت لامب مضوي بس بعز النهار، هيدا البوتو أساسا. فهيدي الناس بطلت تشوف، لأنه يعني في ناس بعد ما شوفوا اللوحة قالوا لي إنه إيه مظبوط فعلاً، إنه بضل مضوي. يعني معناتها ما بننتبه لمضوي بالنهار، ننتبه إنه مطفية بالليل، ننتبه إنه مطفية بالليل لأنه بلش تزعجنا، منخاف نعمل حادث أو شيء. بس إنه بالنهار طب ما هي كمان في مشكلة تانية، ليه مضوية هيدي وعم بيروح هدر وإلى آخره. وغير هيك بنرجع بنحط الأعلام، الأعلام بتنحط بتبقى فترة وبعدين أوقات تنترك تتوسخ تتخزق توقع على الأرض. طب هو كله وين؟ هيدا ما عم يعمل تلوث بصري؟ طب بطلنا نلاحظ كثرة الأعلام اللي موجودة. طبعا بغض النظر يعني ما عم نحكي هون أي علم اللي موجودة، هل هي لازم تكون هون موجودة؟ هل هي المناسبة اللي لها هلأ ولا لازم نعمل مناسبة ونخلص بعدين نشيلهم حتى ما يتلوث بصرنا؟ هيدا جزء كمان تاني. غير هيك الطريقة اللي محطوطة فيها الأعلام، أوقات المكان اللي موجود فيها الأعلام، أوقات بتحسي في قصة من وراء الأعلام. يعني على نفس العلم أوقات منلاقي حاملة، عفوا على نفس العمود منلاقي حاملة أكثر من 6-7 أعلام مختلفين. بس برأيك هي مش قصة وجود؟ يعني هيدا العلم مش مرتبط بذهنية معينة، نحن موجودين، علمنا أكيد موجود، أكيد نحن أكيد موجودين، هيدا الانتماء هالقد لحزب أو لا؟ أكيد أكيد. بس إنه هلأ إذا بدنا نرجع لدراسات قديمة، واحد روسي اسمه سيرجي تشاخوتن بيحكي عن البروباغاندا، العلم هو أن يرجع يذكرنا بالانتماء اللي نحن فيه. يعني فهو وظيفة، يعني لو ما عم يعطي هيدا الوظيفة كان أكيد ما بحطوه. يعني بس المطرح اللي عم نحكي فيه أنه بهالمطرح اللي عم بيلوث، اللي عم بيلوث بصريا، يعني هو عم يخلص العلم دوره، عم ينزل على الطاقات، عم يصير شكله بطل مرتب، يعني بيكون فوق بيكون حابينه ومحترمينه، فجأة بيوقع ننسى نحترمه. يعني هيدا جزء كمان، يعني أوقات منشوف أعلام لبنانية وعلى الأرض مخزة أو إلى آخره وعادي. وممكن أعلام حزبي يوقع على الأرض نقيمه نقول لا هيدا ما بنقبل، ممكن نقبل العلم اللبناني، ما حسب الانتماء. يعني بنشتغل اللي عم حاول أقوله، بس نحن ما عم نحاول نحدد على انتماء واحد، نحن عم نحاول نقول بس أنه هالإشياء اللي مفروض ما تكون موجودة اللي نحن تعودنا عليها، هل فعلا هيك لازم تكون؟ مش لازم نرجع نعيد النظر بالموضوع. والموضوع مش بس على العلم، كمان بيمد على مشكلة الزبالة اللي صارت آخر فترة.
هي مش بس قصة انه صار في مشاكل بلبنان وصار في زبالة هون وهون وهون. المشكلة انه بعد فترة الناس وكأنه تعودت، صار عادي منشوف البرميل الزبالة مليان وعجنابه مكوم الاشياء الباقية لحده، وصارت عادية جدا، صار واحد بزيحه على جنب وبحط كرسي وطاولة وبيقعد بيشرب قهوة اوقات. وهيدا مشهد شايفه، المشاهد مش جايبها من عندي اللي بالمعرض، مشهد شايفها يعني. كنت عم خبرك مثلا في واحدة من اللوحات واحد وابنه مرقين بحي حاطين ايدهم على منخاره، يعني هيدا مشهد شفته ومشهد موجود على الانترنت فينا نشوفه. وموستلي كنت طلع على الانترنت شوفي اشياء تيبيكال يعني عم تتكرر لحتى اعمل شيء مثل اللي موجود، احسن ما يقولوا اخترعت شيء من راسي. طب هيدا المشهد المباشر اللي واحد حاط ايده على منخاره اللي يعمل هيك معناته مزعوج كتير. كنت مباشر بكل اللوحات؟ لا مش بكل اللوحات، بس في لوحات المباشرة كنت قاصد تكون مباشرة لإزعج، لأنه إذا هذا المشهد أساساً زعج ليش الزبالة بدها تكون موجودة، بس كنت عم حاول تكون مباشر لتزعج أكتر لحتى ألفت نظر المتفرج أنه أوكي زعجتك هذا هو الهدف، إن شاء الله تزعجك بالواقع. في كمان بعض اللوحات حملت رسائل منا مزعجة، رسائل يمكن إذا تعمقنا بنظرتنا فيها منلاقي الفكرة يلي عم تجرب إنك تحكيها حسين. حسين مثلا من اللوحات يلي بقيت ببالي صورة البنت يلي عم تلعب على البسيكلات وحد منا في اثنين من الجيش. صح. هيدا مشهد ما بيزعج. ايه ما بيزعج. هيدا مشهد جميل جدا، التقنية المستعملة كتير حلوة بالعكس هيرة ومشهد بدنا نشوفه، ولكن الفكرة انه هلأ اذا جزأنا اذا جزأنا حكينا هلأ لنا هذا المشهد مشهد ما بيزعج، قلتي هو ما بيزعجنا إلنا، بس مجرد ما نجيب حدا من برا. هلأ يمكن برا تعودوا شوي أيمتى؟ لما صار هلأ انفجارات مثلا بالغرب وإلى آخره، صرنا نشوف جيش عم يمشي بالشارع. بس أنا سمعت يعني نحن يمكن ما ننزعج، يمكن نحن لا، هيدا المشهد هو بالنسبة لنا مصدر أمان، هو مصدر على أمان على الطفلة يلي عم تلعب. بالضبط، بس هو مصدر أمان في هو المشهد إنه في طفلة عم تلعب على البسكليت وفي حدا اثنين جيشي واقف بس حامل سلاحه. نحن بنعرف سيكولوجيا السلاح لحاله بخوف. صحيح. حدا حامل سلاح وواقف هون بمطرح اللي لازم ألعب فيه أكيد معناتها في شيء ممكن يأذيني، لحتى هيدا الشخص عم بيحاول يحميني. طب هيدا منه شيء واقعي، منه شيء طبيعي. يعني معناتها في شيء بخوف، في حدا عم بيحاول يحميني اللي هو الجيش، بس المشهد بشكل عام هو منه عادي. يعني بالبلاد اللي ما فيها مشاكل هيدا منه مشهد عادي. مش مفروض يكون الجيش واقف وعم تلعب البنت وما حاسة أصلا إنه الجيش شيء غلط قدامه، ولا الجيش متلفت كان إلها حتى. وإذا لاحظتي وقتها إن إحنا عملنا حتى البويسون والشجر وهيك فيتين بنفس لون الجيش، لنقول إنه لهالدرجة بطلنا نشعر بوجودهم. طبعا مش كأمان، إحنا بنشعر بالأمان بوجودهم، بس بطلنا نشعر بوجودهم إنه معناتها في خطر. وجودهم معناتها في خطر، معودين على الخطر. بس هون خلص تعودنا عليهم، صاروا جزء من المشهد. نعم. ومن اللوحات أيضا لوحة الطبيعة الرائعة يلي صورتها، ولكن العنصر يمكن الدخيل كان على صورة الطبيعة هو البرميل الأزرق يلي وقع بالأرض. ايه مزبوط. هيدا مشهد من الجنوب الحدود، في كذا شغلة بالجنوب أصلا كان لفتتني، مثلا حقول الزيتون بعدين فجأة يافطة حمراء اللي هي ألغام. كنت متفاجئ انه كيف يكون هيدا الجمال كله فجأة ألغام، يعني دغري غير لي البرسبشن لإلي ودغري نقلني من هيدا الروحانية وحب للطبيعة لخوف انه يمكن ادعس هون يصير شيء كمان. فهيدا جزء منه. واللي قلت عنا هيدي لوحة طبيعية، عن لوحة الطبيعة اذا لاحظتي كتير رائع هدوء. صحيح. في برميل أزرق واقع، هيدا البرميل الأزرق هو الحدود، لانه مرة كنت مع ناس كمان. هو ساعدني الموضوع انه لما كنت استضيف ناس من برا من بريت لبنان واخدوني كازدرو، هن اللي كانوا يلفتوا لي نظري اوقات انه هيدا ليه هيك ليه هون، فانتبهوا انه ليه عندكم براميل زرق. فكنت عم فهم انه هيدا معناتها حدود وهون رسموها اليو ان والى اخره وكذا. والبرميل الواقع هو كان فعلا شفنا برميل واقع، وسالنا ليش هيدا منه محطوط مثل ما لازم، قالوا لنا انه هون اهل الضيعه بيعتبروا انه لا متعدي الحد لعندهم فموقعينه برميل. فتاني يوم بيجوا طعن اليو ان بيرجعوا بيجلسوا. فحبيت هالقصة كلها بس اختصرها ببرميل صغير واقع على الطرف. يعني فينا نقول انه بسهولة لقيت مواضيعك؟ فينا نقول بسهولة، لا يمكن بتأمل. بتأمل يعني يمكن بعتبر انه كل الوقت اللي بكون سايق رايح بلبنان بكون مش عم دور انه على شيء لحتى اعمل موضوع منه، لا بس في اشياء هي لحالة بتلفتني
واحيانا بشعر بانزعاج وبكون حابب اوصل الفكره من وراء، مش بسهوله بس بدها تامل. في ايضا من اللوحات يلي بحب انه نحكي عنها هي لوحه، ما بعرف اذا هيك سميتها، بائع الاعلام. كمان كانت من اللوحات يلي بتحكي عن جد حقيقه مجتمعنا. هيدي بلشت من كنت بمقهى، كنت مارق من حد قهوة. أنا ماني من مشجعين الفوتبول كتير يعني، ما بعرف فيهم، بس اللي فاجأني كنت شفت قاعدين ناس، هلأ كان اللي لابس اللي مشجع البرازيل واللي مشجع، هلأ أني لابسين أصفر أخضر إلى آخره حسب الفوتبول. لأول وهلي حسيت حسب الأحزاب. فكمان بيني وبين نفسي قلت أنه أدي حلو إذا بيكون فعلا هيك تنوع بالانتماء الحزب ويكونوا مع بعض هيك رايقين وعم يشجعوا فريق. رجعت انتبهت انه اللي هو مخلينا مجتمعين هو الفوتبول، فياريت كان في شيء بخلينا نجتمع غير الفوتبول الواقع. فرجع بعد منا شفت حدا عم بيبيع اعلام، لانه كان وقتها في مناسبه سياسيه او شيء، فكان عم بيبيع كل الاعلام. فطلعت كمان هيك كيف هالاعلام مجمعين مع بعض، رجعت انتبهت انه هن مجمعين لينبيعوا. فكمان الفكرة اجت هيك، وكأنه نحن بنكون مجمعين لننبيع، بس لما ما نشجع شيء له علاقة بشيء خارجي بنكون كلنا مع بعض كرمال هيدا الشيء الخارجي. كرمال هيك حطيت علم فرنسي، كان وقت الانسابت كأس فرنسا وقت ربحت فرنسا سابت، فحطيت على بالكون علم فرنسي لذكر بس بقصة الفوتبول انه يعني كيف نجتمع كرمال اشياء خارجية. حسين انت وين من كل هالمشاهد؟ كنت مراقب بس؟ أنا بمطرح بتمنى يكون كل شيء أزبط من هيك بكتير. أنا بمطرح بالنص وبتمنى عن جد يعني، هودي طبعا لما مجرد ما أصلا اشتكي أو التفت لهذا الموضوع معناتها بتمنى العكس، بتمنى أطلع بشي مرة على بائع علام لقي كلهم نفس اللون، وهن لون طبعا اللون العلم اللبناني. وبالمناسبة كمان إذا بتتذكري بهيدي اللوحة اللي فيها بائع العلام، العلم اللبناني مزبوط موجود بيناتهم على صغير، بس هو قدام واقع ومنسي تركينه على جنب، كمان هنت للي عم بيصير فعليا أوقات. بهيدا المعرض كنت بين المراقب والنائد وجزء من اللوحة، وين كان حضورك أبرز؟ بحس بشغل تاني، يمكن مراقب ومتمني. أكتر هونيك كان بالمتمني والمراقب، يعني أبدا ما عم حاول أعمل كريتيك لحدا محدد ولا مرة أصلا، لأن مرق قبل وكنت عامل مرة انستلاسيون بهالزمانات باليونسكو، وهلأ صارت بمتحف مقام. هيدا الانستلاسيون اللي استغربته أنه لما كان يوقف، لما كانوا من اسمين 8 و 14 عنا، عامل شيء بالنص بالضبط بعدهم بعدهم من كانوا شفتيها دائما. معناتها انه ايه بعيد عن هذا التمني عم يطلع لابسوس، انه بتمنى ما يكونوا من اسمين. فكنت عامل شيء بدل على الواقع كمان، نفس الشيء شيء بيشبه هذا الموضوع اللي عم نحكي عنه هلا، بس اكثر انه كيف نمشي على عميانه اوقات بدون ما نفهم الكونسبت حتى للحزب اللي نحن منتمين له. فاللي فلفتني بالمعرض وقتها انه اجى حدا وقف وحسيته نشعر من كلامه انه بينتمي لاي فريق، فقام ضحك وقال هودي مثل هوديك عن فريق تاني. بعد فتره اجى حدا من الفريق التاني حكي نفس الجمله كمان، فكل واحد بزت على التاني ما بزت على حاله. فهيدي كمان كان انبسطت انه عم حط شيء بالنص لحاول اقرب وجهات نظر، كانه لو باللوحه يعني بطريقه معينه، بس حسيت كل واحد بزت على التاني. نعم، ما حدا بحط على حاله. ولكن ما بيخلى المعرض من الصور يلي بتحكي عن الطبيعة الحلوة بدون أي شوائب، بدون أي مشاهد لزبالة أو لأعلام حزبية أو لعوابة كهرباء، في مشاهد حلوة أكيد، لأنه هيدي سؤال من ورا صديق فات شافني بالأتولية عم جالي يعني شو بس هيك لبنان أنت كمان أنه ما عجبه، قلت له أكيد لا، عشان هيك راسم هيدي وهيدي وهيدي، لا راسم كتير بيناتهم طبيعة لبنان مثل ما هي، اللي هي حلوة اللي هي جميلة يعني، إذا بدك مثل كأنه عملنا زحنا الكاميرا شوي هيك عالشمال أكتر ناخد الطبيعة مثل ما هي. بس بالنهاية بما أنه اللوحة لازم تحمل رسالة برأيي، أنه فينا نرسم أكيد art for art، واحد يتسلى مثل ما بده، بس بنظري حلو كان تحمل رسالة اللوحة تكون هدفها توصل فكرة صغيرة على القليلة.
لوحاتك كانوا ميكست ميديا؟ كانوا ميكست ميديا بشكل عام. استعمل يعني يمكن البيز أكريليك بس فينا نقول ميكست ميديا لأن عطول داخل فيهم جدا. ولكن التقنية كانت فريدة من نوعها، كنت متفرد بالأسلوب اللي استخدمته، يعني تقنية جديدة. هلا أنا بتمنى يكون هيك بس ما في أقول هيك عن حالي، بس أنا عم أقول أنا شفت اللوحات وطبعا أنا يعني على اطلاع على كل على أغلب المعارض واللوحات والتقنيات اللي عم بتم استخدامها، لا شك إنه في تفرد بلوحاتك، في أسلوب جديد. تسلم. هلا سمعتها قبل هيك وإن شاء الله أكون أقدر كفي هذا المسار. في كمان فكرة بحب إنه نضوي عليها حسين معك، وهي الفراغ يلي صورته براس الإنسان يلي بيكون بلوحة. صورت شخص وكأنه راسه في فراغ أو كأنه ماشي صوب فراغ، يعني دايما كنت عم تلعب على تفصيل معقول كتير الناس ما تنتبه له. بس صورت هيدا الفراغ. هلا طبعا اللوحة حاولت أول شيء أعطيها حق الأستيتيك الجمالي، يعني طبعا أخذت الموضوع فكرت بالعناصر اللي بدي أحطها وحطيت كل الرموز اللي حابب الناس تكتشفها. مش من المفترض كون بالمعرض عم بقول كل شيء عن اللوحة، في إشياء هو المتفرج بده يكتشفها لحاله. جزئيا هيدي اللوحة اللي عم تحكي عنها في منها كمان بمطرح تاني ومطرح تالت. اللي بدي أقوله بس أنه باللوحة في إشياء مخبية، في أنديسات، في إشياء بتخلينا نفهم إشياء. وحتى كنت محدد انه المعاش يعني اذا واحد لبناني خصوصا اذا طلع فيهم لهو رح يقدر يفهمهم بالضبط، لانه الفراغ واللي ماشي صوب فراغ وراسه فراغ مش قصدي طبعا ما عم بوجه للكل، في ناس كتير عارفة حال شو عم بيصير والى اخره. هذا الفراغ مش على طول معناته انه ما في عقل، هذا الفراغ هو فعلا هيدا الضياع لأوقات ضياع القلق، واحد فيه القلق وماشي موطي راسه وماشي وقدامه فراغ كمان، لانه واذا بتتذكر المشهد بعد منه كتير زبالة، طبعا زبالة بس معالجة بطريقة فنية لما تزعج المشاهد، ووراها في طبيعة كتير حلوة. هيدا إذا بدك البارادوكس بين هيدا الجمال والزبالة والفراغ كله مع بعض، له طريقته وله تأليفه وله صعوبته. بس طبعا الأنديسات هن اللوحة، يعني أنا بتمنى المشاهد هو يكتشفهم. نعم فعلا للوهلة الأولى لما نتطلع بلوحاتك حسين ما بنقدر دغري نقول إنه هيدا مشهد بيحكي عن الزبالة، لأنه منحس إنه جزء من الطبيعة، ويمكن هون الفكرة إنه مع الأسف صارت جزء صح. من الطبيعة، بس بطريقة المعالجة، بطريقة وضع الألوان ودمج الألوان مع بعضها ودمج العنصر مع مشهد الطبيعة، وعم نحسه إنه عن جد مشهد واحد في جمالية مع إنه عم نحكي عن شيء بشع. مزبوط. هو الموضوع مزبوط إن إحنا عم نحكي عن الموضوع أكتر، بس هو لازم نتذكر إنه الموضوع هو جزء بسيط من اللوحة، جزء مهم بس بسيط، الباقي طبعاً الاتكال على الجمالية، التأليف، اللون، التكنيك، الإمباست، وكل هودي بيلعبوا دور إضافة. أنا حاولت خلي اللوحة تضل حلوة، وصل الفكرة بدون ما بشع اللوحة. لما أقول في عنصر بيزعج، هو مش بيزعج فعليا بصريا، بيزعج كفكرة، لأن احنا تعودنا انه ما بدنا نشوفه. بس اذا ما نحكي فن ما تروح بطريقة حلوة. رامبراند رسم تور مسلوخ، نعم، بس كان لوحة حلوة. يعني هون حافظت على الجمالية. مزبوط. قبل ما يخلص وقتنا خلينا نذكر انه اليوم الافتتاح، بإكزود أشرفية بال عكاو ستريت. نعم. سهلة وموجود سهل كل شيء، والموقف مأمن. على الساعة 7 الافتتاح، وبيستمر المعرض ل 18 الشهر. وطبعا دعوة للكل يجي يشوفه، ما حدا يعتمد على اللي قلته بس لحتى ياخد استنتاجات يروح يشوف يمكن يغير رأيه. حكينا بالمقابلة الماضية عن توقعاتك. مزبوط. وكانت النتيجة فائت التوقعات. اليوم كيف الإحساس؟ اليوم بتمنى يتكرر الموضوع، بس لازم أعرف إنه هذيك اليوم هذيك المرة كنت عم بشتغل على شيء خاص بالإنكوهيرون، اليوم موضوع متعلق بشغلي باللوحات. هذيك مرة كان شغلي بس بدك شغل فكري، هالمرة شغلي شغل فن، يعني شغل الفني، فلازم كون متوقع كل شيء، لأنه في ناس اللوحة بهالمرحلة بتصير أو بتعجب أو ما بتعجب، يمكن ناس تحب يمكن ناس ما تحب، هذا كله راجع للمتفرج طبعا. في هيدا القلق هلا مرافق يعني كل لحظه بهالنهار قبل الساعه 7.
لكون صريح من فترة بطل فيها هلأ، لأنه رجعت عرفت وفهمت أنه رسمت اللي بدي إياه اللي أنا حابه، علشان هيك خف القلق شوي. وبتمنى الناس تحب اللي أنا حابه. بدي أتمنى لك التوفيق أحسن. أحسن شكرا لوجودك معنا، أهلا وسهلا فيك دايما بأنامل. حلقتنا وصلت لختامها، من يوم من كريم وجبرايل أطيب التحيات، بلتقي فيكم الأسبوع المقبل من هلأ لوقت. تضلوا بخير. أنامل عبر صوت لبنان. www.vdlnews.com خلي معك خبر وتابعنا على مدار الساعة.